يمكن للآلات والمعدات والخدمات السويسرية أن تجلب فوائد اقتصادية أكبر للصين. فعلى سبيل المثال، يمكن لسكين كهذه تشبه البطاقة الائتمانية أن تلبي مختلف الاحتياجات الخاصة بك. تتمتع سويسرا بموارد بشرية محدودة، مما يسمح لها برفض السوق العالمية بمنتجات عالية الجودة وبحرفية متميزة، بدلا من السلع ذات الانتاج الضخم. في عام 2013 كانت سويسرا أول دولة أوروبية قارية توقع اتفاقية للتجارة الحرة مع الصين. وبهذا الشأن علق السفير السويسري بالقول إن إطلاق معرض الصين الدولي للاستيراد أظهر عزم الصين وتصميمها على المزيد من الانفتاح. إن انعقاد معرض الصين الدولي للاستيراد بهذه المواصفات العالية يبعث إشارة سياسية هامة من شأنها دفع التجارة الحرة بين الصين والدول الأجنبية بشكل حقيقي. هذا أمر جيد للغاية، خاصة في فترة تشهد فيها العلاقات التجارية العالمية مزيدا من الاضطراب وعدم اليقين.